بقول لك ايه؟ حط رجلي على رجلي. والنبي تنقطني بسكنك وتتكتم، كفايه الكعب اللي ظل عملك كده. اسمع الكلام يا دنيا. يشوف كويس ما جيت، هي الليله الصبح ده بتخلص امتى؟ مش قادره في السلطه مع بابا. يعني خلاص اسمع بس كلام التركي وانا هستنى بره. This beat's for all my freaks. سيداتي الأستاذ سادتي، معانا اليوم مفاجأة حفل الليلة. معانا نجمة متألقة ذات الصوت الرائع، النجمة ذات الصوت الملائكي، مفاجأة الليلة، النجمة الفنانة ديدي. برافو برافو فنانة الشخصيه. انا اسمي عبد الخليل وكيل سامي بيه عجلون، رجل عمل الشهير سامي بيه، عازم حضرتك على ترابيزته. لا 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 طبعا، انا لا يمكن اقعد مع حد كده على ترابيزه والناس كلها تشوفني، انا شخصيه عامه. يبقى خلاص تاخدي مفتاح الجناح وتسلمي حضرتك. نعم مفتاح جناح؟ ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ انت ما عندكش نظر ولا ايه؟ ليه بس غلط يعني؟ ايوه انت ازاي تقولي تعالي على الجناح من غير ما تقولي رقم كام؟ الله انتي بقى استنيني في العربية تحت. طب خلي بالك من نفسك يا مشي. ربنا يستر، اطيري حمام بقى. طيب يلا. فين يا دودو؟ مبسوط مني يا باشا؟ ومبسوط من نفسي لان توقعاتي دايما صح. امسك. ايه دي؟ 100,000 جنيه هدية النجاح. ايوه باشا بس دول كتير قوي. كده غلط يا ميشو.
غلط. انت عايز تدخل الجنة يعني لازم يبقى معاك فلوس كتير. دول البداية، لسه الطريق طويل. تسلم يا باشا. على فكرة اللوك مش بطال، بس انت معاك فلوس دلوقتي وتقدر تشتري هدوم شيك شوية. ماشي يا باشا، تأمرنيش. مع السلامة. مع السلامة ميشو. تحت امرك يا باشا. لو عوزتني تقدر تكلم حمدي وانا هوصل لك. مع السلامة. مع السلامة ميشو. تحت امرك. العملية نظيفة؟ نظيفة يا باشا، انا شغلي على مية بيضة واللي سعادتك طلبته اتنفس دلوقتي. باي بجد. طيري حمام. مع السلامة يا مرفرف. اكسلنت. امسك قطارك. ايه ده؟ ده كتير قوي حاوي. ده لسه اللي جاي احلى. انت مع الحاوي اهو. يا ده لا يهمنيش الفلوس، انا اللي يهمني العيش والملح. كام دول؟ دول 25,000 جنيه، حقك ونصيبك. بس عايزك يا ترك المرة دي تخلي بالك من زاد الخول، يا ليلوف عليك وياخدهم هما كمان. خدوا ربنا، ده الفلوس دي جت في وقتها. امسك يا معلم، عايزك بقى بالفلوس دي تنزل تشتري لي كام هدمة كده على ذوقك. عايزك تخليني ابن الناس. امسك. تعبيت يا ميشو؟ راجع هات فلوسك في جيبك. ده انت مع فوزي التركي. علي النعمة اللي خليك اجدع من اجدعها ابن ناس في بلدك كلها. عايش يا ترك. بقولك ايه، وانت ليك عيلة واهل ولا زي حالاتي كده ما بين يوم وليلة لقيت نفسك على الرصيف؟ اه طبعا ليا عيلة. ما تفكرني طفل انابيب؟ ده انا اصلا من اسكندرية وعيلتي لازق في مرسى والعباس. شلال سيدنا المرسي. وانت ما بتشوفهمش يا ترك؟ يا ميشو بقالي بتاع 11 او 12 سنة كده معرفش عنهم اي حاجة. الله ينتقم منك. ليه فكرتني بالحكاية دي؟ كل ما بفتكرها بكتئب وبتغم. وبعدين دي حكاية طويلة قوي. بتحكيها يا عم؟ احكيها، احنا ورانا ايه؟ ما احنا فاضيين اهو. احكي لك. انا من يوم ما اتولدت يا ميشو. استنى استنى، انت ايه هتحكي من ساعة ما اتولدت ولا ايه؟ مش فاضيين قوي كده يا ترك؟ يلا بينا نمشي يا ميشو. يا تعالى يا ده انا بهزر معاك. احكي يا ترك. وايد زبارة كمان. احكي يا معلم. انا اتولدت يا ميشو في اوضه صغيره قوي قوي قد الحق. ابويا كانت هوايته انه يخلف عيال كتير قوي يرميهم، لدرجه اني ما كنتش اعرف اخواتي من بعض. وكان اخواتي يا دوب اللي يلحق يخطف لقمه ويجري، واللي يقضي عشانهم عشان ما يحسش بالجوع. ابويا من جبروته يا ميشو كان مقعد مراتاته الاثنين في نفس الاوضه. حسيت ان انا بقيت حمل تقيل قوي على ابويا. سبت البيت ورحت عشت مع جدي. اصلا من صغري واحب الدلع والبغدده. جدي بقى كان بيشتغل برضه مع الخواجات، هو اللي حببني في الشغلانه. اشتغلت كتير قوي مع الخواجات وكلت من وراهم بغاشة. جدي فضل ورايا لحد ما دخلني معهد السياحه والفنادق. ويوم ما اتخرجت انا من المعهد كان هو اتخرج من الدنيا. مات الله يرحمه. بعد كده بقى شفت حتة بيت في طليانية، خبر اسود كان زي القمر اصلي. قلت بقى دي اللي هتظبط التركي. خدت اول قطر وهوب نزلت وراها على مصر. قضيت معاها يومين يا ميشو، احلى يومين في عمري كله. لكن يا فرحة ما تمت. ايه ماتت؟ يا عم ماتت ايه؟ سافرت واتقطعت اخبارها. وحلفت بقى قلت هفضل هنا، مش هرجع بلدي غير لما اكون حاج. يا ترك بقى في حد عنده الناس واهل وسيبهم؟ تقول ايه؟ فقري بقى. طب يلا بينا فقري. بقولك يا ميشو صحيح. ايه؟ كنت قصدك في خدمه. وامرني. اه كنت عايز مفتاح عربيتك يومين ثلاثه كده. امسك يا طارق حبيبي. حاول. يلا بينا بقى. يلا ميشو. عايز ايه تاني؟ هو انا وانت هنفضل اصحاب على طول وكتف في كتف مع بعض بس كده؟ كده يا ترك. ومش هيفرق بيني وبينك يا صاحبي غير الموت بس كده؟ وبعد الموت كمان يا ترك برضه هنبقى مع بعض. حبيبي حاول. حبيبي يا تركي. تعلق طول القصر. نطير بقى يا حمام. نطير يا حمام.
ميشو ميشو الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كنت بتعمل ايه فوق؟ ها؟ لا ده كانت في فتحة لمؤاخذة في السقف يعني وبتدخل لي فران فقلت اسدها. سدتها؟ اه الحمد لله. الحمد لله. قول لي بقى دنيا عملت الخير اللي انت كنت قاصدها فيه؟ يا سلام على دنيا يا عم فتحي، ربنا يخليها لك، عملت الخير وزيادة وكله تمام التمام. تشرب شاي؟ لعب علي وسرق الخاتم، خرب بيتي. بلغت البوليس؟ شو راح اقول له للبوليس؟ حطيت مفتاح الجناح لواحد الست، بتعرف انت الصحافة. الشغلة الثانية دي سمو الأمير يعرف بالموضوع. لأنه إذا إجا شاف الخاتم مو بإيدي رح يزعل كثير، وأنت أعرف الناس اللي إجاني هدية منه. طب واللي رجع لك الخاتم ده يا سامي بيه؟ احكي جد صفت مين؟ أنت ما تعرفش مين صفت نصر. أنت جيب لي إياه وخذ اللي بدك إياه. أنا مش عايز أي حاجة يا سامي بيه، اللي عايزه حاجة بسيطة. تقنع سمو الأمير يخش شريك معايا في المشروع. المشروع هو منتجع. هيتكلف 250 مليون جنيه، المشروع مضمون والمكسب مضمون. وجود اسم الامير هيسهل لنا حاجات كتير. انا بقنع لك اياه، بس رجع الخاتم. حمدي اجر ساعتك يا سعاده الباشا. سامي بيت سرق له خاتم في الدكان ده. كلم صحابنا في الداخليه وخلي الموضوع سر. ادفع اي مبلغ، المهم الخاتم يرجع لبالي. حاضر يا سعاده الباشا، اعتبر سعادتك ان الخاتم رجع. اطمن يا سامي بيه، الخاتم هيكون عندك الليلة. متأكد الليلة رح يرجع الخاتم؟ طبعا متأكد. شوف يا سامي بيه، البلد دي ليها سيستم معين. السيستم ده مقفول، اللي معاهم الباسورد هم اللي عارفين البلد دي تمشي ازاي. ها ها ايه يا استاذ فطين؟ ها ايه في ايه؟ ايه مش هنلاقي بقى حل القانون البلطجه والغابه اللي بيمثلهم درغام ورجالته وطايحه في البلد كده، ولا احنا خلاص نمنا وارتحنا وريحنا وبرطشنا؟ برطشنا ايه بس؟ انا بشوف شغلي يا استاذ فطين. لا 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 انا ايه، انا مش عاجبني شغلك خالص على فكره. لو مش بتحب الظباط ما تشتغلش صبر. امال اشتغل ايه يعني؟ هات مكان التصوير وصور ورق او عربيه حواوشي. حواوشي ايه يا استاذ فطين؟ في ايه؟ ما تقلقش خالص. انا مش قلقان، ده انا مرعوب. مرعوب من ايه بس؟ انا بدات شغل التحريات بتاعي خلاص. شغل في الزلابيا. زلابيا؟ ب 2 جنيه بقى زلابيا. 2 جنيه يا استاذ فطين في ايه؟ ما تحترمني شويه يا اخي. انا بدات شغلي خلاص، بقول لك التحريات بتاعي وصلت المعلومات مهمه جدا جدا هتفيدنا. ايه ده؟ في ايه؟ ادي اللي بناخده منكم كلكم. بدانا شغل التحريات وهتفيدنا، وكل مره تقعد تعمل لنا كده. المره دي نسيتها صح؟ والجحش داير في البلد، داير في وهيجي لك يوم. بس انا شغال يا استاذ فطين. شغال بس وراهم لغايه ما اوصل لقرارهم. والمصنع القديم اللي قاعد فيه درغام ورجالته ومحدش بيقول لهم حاجه طلع بتاع صفوت نصار. ايه ده؟ صفوت نصار بقى؟ ايه في ايه؟ عشان محدش يسمع. ما تخافش، ما فيهوش حجاره. صفوت نصار صاحب مشروع المنتجع. بالظبط. انا عرفت دلوقتي ليه هما بيداروا عليه، علشان يستغلوا ارض امي غاليه. الموضوع اكبر من كده بكتير يا استاذ فطين. في حاجه انا مش فاهمها بس اكيد هوصل لها. طيب اسيب بقى حضرتك هنا لحد ما توصل لها، واوصل انا مشوار مهم جدا وهو الملاذ الاخير ليا بعد اللي حصل معايا مع المحافظ وفي الحي. وحضرتك بقى ممكن تشرب السحلب وتبرطش براحتك. بص مدد على المكتب. اهلا اهلا يا فطين يا ابني، عاش من شافك. عاش من شافك انت يا حسان بيه، من ساعه الانتخابات واحنا ما شفناكش. هعمل ايه يا ابني؟ مشاغل مشاغل والله يا فطين يا ابني. ده انا ما بلحقش انام، ادي جيت على سهوه لقيتني بفطر. بفطر امتى؟ الظهر. وفطري ايه؟ فطري زي اي واحد مواطن غلبان مصري عادي جدا. انا حاسس بالناس قوي يا فطين. ما تمد ايدك. لا الحمد لله فطرت من بدري قوي. خلينا بقى ندخل في الموضوع اللي انا جاي لحضرتك علشانه. اتفضل اتفضل يا استاذ فطين، كل اذان صاغيه، خد راحتك. الارض بتاعت امي. لا مؤاخذه يا استاذ فطين. الو؟ ايوه يا سعاده الباشا. مين؟ عبد العزيز الفران بتاع المعارضه؟
لا الراجل ده زودها قوي، ده احنا لازم نوقفه عند حده. ايوه لازم نوقفله، امال ايه؟ لا ده احنا رجالتك يا باشا، احنا رجال سعادتك يا باشا. مع السلامه. لا مؤاخذه يا استاذ فطين، عبد العزيز الفران بتاع المعارضه يا سيدي فاكر انه وطني وبيحب البلد اكتر مننا، تصدق؟ كمل كمل يا استاذ فطين. الارض بتاعت امي يا سياده عضو المجلس. لا مؤاخذه يا استاذ فطين. الو، ايوه يا سياده النايب، ايوه انا اللي ماضي له قرار العلاج على نفقه الدوله. الله، مش انا رئيس لجنه الصحه ولا ايه؟ طبعا ما هو لازم ياخد مراته وعياله، امال هيسيبهم هنا؟ يا راجل بلاش تلاكيك فاضيه يا راجل. مع السلامه. ايه قلبي يبصوا ان سياده الوزير مسافر يتعالج بره على نفقه الدوله ومعاه مراته وعياله. طب يعني ما هو راجل بيتعب، وبعدين ده مصري، ده حقه. كمل كمل يا استاذ فطين. ما انا خايف اكمل الاستاذه نانس عجرم تعملها معايا. مش هتعملها، كمل. الارض بتاعت امي استولى عليها صفوه نصار عنوه وضمها للارض اللي نهبها من الحكومه علشان يروح يعمل بيها مشروع المنتجع بتاعه. لا ده انا كده ازعل منك قوي يا استاذ فطين. معقول الراجل اللي خايف على مصلحه البلد وخيره عليها يتقال عليه بينهب؟ لا عيب عيب عيب. عيب ايه يا ست النايب؟ عيب ايه؟ قال وبعدين حضرتك انا حجه الارض معايا، وسيادتك بنفسك كنت مع المحافظ موافق على المشروع بتاعي. حجه ايه يا استاذ فطين اللي بتتكلم عنها؟ الراجل ده يا جماعه هيعمل مشروع بمليارات، هيشغل عماله كتير جدا، لازم كلنا نضحي. بالك الراجل ده يديني فيلا في المنتجع بتاعه هديه لوجه الله، انا مستعد اكلمهولك بحيث يديلك فيلا انت كمان وتعيش حياتك بقى بلا مشاريع بلا خوط الدماغ. انا من ساعه ما دخلت هنا وانا شامم نفس الريحه. ريحه ايه يا استاذ فطين؟ ريحه العفانه والفساد والزمم الخربانه. احترم نفسك يا راجل، احترم انت نفسك واتقي الله في بلدك. لا ده انت زودتها ولازم تتربى. انا حسان، حسان الغول، انا معايا حصانه. حصانه ايه يا ابو حصانه؟ جت كل قرف خربتوا البلد. حسان تعالى، رب الكلب ده. انا كلب يا ابن ستين ولا بلاش علشان انا مؤدب. يا سياده النايب اللي عنده دم احسن من اللي عنده عزبه، وانت بسم الله ما شاء الله عندك حزب كتير. اخرس يا حيوان، ربيه فواه. سيبني يا كلب السرايا، سيبني فواه. يا حسين يا غول، حسبي الله ونعم الوكيل. هدوم الشاي يا عم فتحي يا راجل يا طيب. ألف هنا وشفا يا حبيبي. أنت عارف أنا نفسي في إيه يا ميشو؟ نفسك في إيه يا عم فتحي؟ نفسي أزور النبي وأروح الحرم وأحج. أم دنيا الله يرحمها كانت تقول لي اسمع، إحنا نجهز البيت ونستتها ونسطرها ونطلع انا وانت على الحج على طول. الله يرحمها ويحسن اليها. الله يرحم موتانا يا عم فتحي، ان شاء الله ربنا ينولها لك يا رب. اقوم انا بقى اريح شويه بعد اذنك. بقول لك ايه يا ميشو؟ تحت امرك يا عم فتحي. الدنيا بنت حلال مصفي وبتحبك. عارف يا عم فتحي، وعارف انك خايف عليها مني، بس ما تقلقش انا كمان ابن حلال مصفي، بس الدنيا بقى هي اللي بتجيب وبتودي فينا زي ما هي عايزه. اللي بكلمك فيه ده صعب قوي يا ميش عليا، بس انا اب، بكره لما هتبقى اب هتحس ان انا حاسس بيه. انا كان نفسي افرح بيها واشوفها عروسه بنموت. بعد الشر عليك يا عم فتحي، وانا وعدك ان ما حدش هيقدر يمس شعره واحده بس من دنيا طول ما انا عايش. اصل انا عم فتحي الدنيا خدت مني كتير قوي، لو خدت منها اللي انا عايزه هتفرح يا عم فتحي. ربنا يفرح قلبك.
عملتها لكم بايدي، كل واحد فيكم عروسه ومكتوب عليها اسمه. ادي عروستك يا شوقي يا حبيبي. وادي عروستك يا فطين. يلا تصبحوا على خير يا حبايبي. ايوه حبيبتي انا هنا اهو. شفت العروسه الجميله دي؟ الله دي جميله قوي. شفت بقى الميس جابتها لي علشان كنت شاطره في الامتحان بتاع اخر الشهر ونجحت. لا ده انت كده بقى محتاجه انزل لك وابوسك. لا واجيب لك كمان باكو شوكولاته كبير. جدو يا قط يا قط تعالي افتحي الباب. حاضر يا ماما غالية جاية اهو. هفتح انا اهو. ماشي. هاي كتر. ايه ده؟ ده انت كنت فين؟ تعالي بسكليت حطي حاجات هنا. ايه ده؟ الله 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 اللهم صل على النبي. ايه ده يا دنك؟ بقيتي تنزلي لوحدك دلوقتي؟ ياس جل. اي خدمة تانية يا مستر كنكة؟ ثانك يو بسكليت. دي بكشيش. والله ايه كلك ذوق خواجايا بس بنت بلد. بقول لك ايه، انت خدتها فين؟ قالت لي عايزه محل ملابس، وديتها عند سنتر ام عباس اللي على رصيف المحطه. وعرفت تشتري كل الحاجات لوحدها؟ دي بتفاصل ولا بنات بولاق. سلام عليكم. ثانك يو. السلام عليكم. ازيك يا بسكليت؟ ازيك يا قطر؟ ازيك يا دانك؟ ازيك يا مام؟ بعد اذنكم بقى. ايه ده تعالى يا فطين، ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ايه مالي يا قطر؟ ما انا كويس اهو الحمد لله وزي الفل. زي الفل ايه يا ابني؟ ده انت بتشر ميه من كل حته يا دناي. ما انا بقى يا امي كنت ماشي كده في الشارع وكان الجو حر قوي بس بقى. وبعدين وانا ماشي بقى كده مش طايق نفسي ولا طايق اي حد بقى، فلقيت بسين ماشي في الشارع فنزلت فيه بقى. ده ايه الغرب ده يا رب؟ بقى لقيت بسين في الشارع فيه خط غطس، مش كده؟ انت كنت فين يا فطين؟ عند النايب حسن الغول. يبقى هو اللي رماك في البسين يا دناي. ايوه يا امي رموني في البسين. الجبابره والميه تلج والجو ايه تلج يا امي، ساعتين في الميه لغايه لما نشفت. يا قلب امك يا حبيبي. خش يا اخويا غير هدومك، خش يا قطر مع جوزك لحسن ياخد برد. حاضر، هو ياخد دش ويريح شويه. ريح انت بس يا قطر. لا بعد اذنك. حبيب امك. بعد اذنك يا امي. حبيب امك يا حبيب امي. واخد برد. تعالي بقى يا دنكة فرجيني جبتي ايه من ام عباس.